السلام عليكم، أنا سامر أصيل. اليوم جايبكم تمرين، يعني اللي رايد يتسلى أو يعمل تمرين فعلي يعني يشتغل عليه. واحدة من الأشياء اللي عم اشتغل عليها فشفتها هي ممكن تكون جيدة حتى أنت تتمرن في الـ SQL، يعني ما هو أكتر من هيك، يعني إنك تتسلى أو تتمرن، أو يعني اعتبره مثال هو للتمرين. في عندي جدول فيه هدول 3 حقول، ما بيهمني، بيهمني الحقل الأخير، العمود الأخير اللي هو الشيفلد. الشيفلد فيه أرقام، رقم فاصلة، رقم فاصلة، رقم فاصلة، وهكذا ونحن ماشيين. المطلوب مننا التالي، أنا أخذتهم لبرنامج، عملت كوبي للأرقام هون حتى أحسن أشرح الموضوع. كل سطر من هدول هو سجل للحقل الأخير. المطلوب إنه هذا النص اللي موجود في هذا الحقل يتحول ل جدول. الجدول هو عبارة عن ID، هو P1 P2 P3، هذول الأعمدة الموجودة في الجدول اللي لازم يطلع. فأول شيء عندي الـ ID 1، لازم أخذه من هون أحطه هون. الـ 34 هي الرقم الثاني، لازم ينزل هون. الرقم الثالث هو هذا، لازم يجي هون. بعدها لازم يجي سطر جديد نقول 2، اخذ الرقم اللي بعده واحطه هون، بعدين الرقم اللي بعده ينزل هون، الرقم اللي بعده هات، وهكذا ونحن ماشي. بي 18 هون لازم تيجي. هذا شكل الجدول اللي لازم ينتج عن الكويري اللي مفروض انت تعمله. ممكن اذا بالاخير ما كفت الارقام، يعني مثلا وصلت لهون ما كان في داعي ارقام هون، فيبقوا نال، ما في مشكله. هذا هو المثال، وهذا هو المطلوب. المطلوب عمل هيك شيء فقط في SQL، ولتاكيد الموضوع SQL لا تعني SQL سيرفر، يعني هذا المصطلح ما لازم ينقال. يعني SQL سيرفر غير الـ SQL، يعني إذا واحد قال SQL مو معناته هو قصده SQL Server. SQL عم نحكي عن اللغة، فممكن إنك تتسلى فيه إذا حبيت تمرين، عم تبحث عن تمارين للـ SQL أو عم تعمل تمارين تتدرب، فهذا واحد من التمارين. هو شوي صعب يعني حقيقة، لكن نوع جديد إنك تحسن تجرب عليه أو تتسلى فيه. حاول اشتغل عليه في SQL Server أو في MySQL أو في الأوراكل، لأنه الـ SQL اللي فيهم هو متقدم، يعني في الاكسس الموضوع فيه ضعيف، ما كتير جيد يعني تشتغل عليه، ولا البارادوكس المثال ما كتير جيد تشتغل عليه. انا ما بقول الاكسس ما هو جيد، عم بقول انه المثال هذا يفضل انك تشتغل على ماي اس كيو ال او اس كيو ال سيرفر حتى تقدر يعني تتحكم، او خلينا نقول تتعلم، يعني حتى تحس بقوه القواعد البيانات هذول. وبرجع بقول ما هو مطلوب، اي كود دلفي، اي كود من اي لغه تاني ابدا المفروض ينشغل في الـ SQL فقط. بالنسبه لهذا الجدول ممكن انك تعتبر انه هذا الجدول موجود وانت عم تعبيه، او ممكن تعتبر انه هو الجدول ما موجود ونتيجه الكويري عم تعطيك هذا الجدول، انت حر بالنهايه، ما كتير مشكله يعني. فممكن تتسلوا، يعطيكم العافيه.